عايز اخدك لحاجه مهمه، علاقتك بالنجوم، ونعلي الصوت شويه. علاقتك بالنجوم، يعني انت بسم الله ما شاء الله صديق لمجموعه من النجوم التين ستار، فاحنا هنسير بدمج كده ما بين الرياضه وما بين السياسه، يعني من اعز اصدقائك ميدو وحازم امام ومحمد زيدان وعماد متعب، المجموعه اللي دايما احنا بنشوفها، وسيف زاهر، وكل هذه المجموعه اللي دايما بنشوفها معاك. هل فكر تطور الرياضه اتبنى من خلال علاقتك بيهم، حبا انكم تقدموا حاجه للبلد دي، وانت حسيت ان عندنا كنوز ومن ضمن هذه الكنوز مثل هؤلاء النجوم اللي اعتزلوا ولسه العمر قدامهم؟ فانا عايز اتكلم لاول مره في حاجه جديده، اللي هي النجم اللي بيعتزل في ال35 وال36، كيف تستفيد منه البلد؟ استطعت بفكر راقي جدا عجبني انا على المستوى الشخصي، انك انت تجند مجموعة من النجوم عشقهم في القلوب ومحبوهم بالملايين، انك انت تحولهم لثروة للبلد من خلال فكر محترم جدا 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 يسري الحياة الرياضية. هل توافق ان احنا محتاجين ان هذه التجربة تنمو ويخترق القطاع الخاص بقوة، لان عشان ما نشوفش بطالة ما بعد النجومية؟ مليون في المية. اذا كان زي ما احنا بنقول سيادة الرئيس المقتدس زي بيقول الشباب لازم يتمكن، تعالى نطبق ده على القطاع الرياضي اللي احنا عاملين فيه موجودين فيه. انا بتشرف ان انا اعرف النجوم دي، وان احنا تربطنا صداقات بحضرتك وكل اللي في الوسط الرياضي من قبل ما اعمل فيه. صح. النجوم دي عندها خبرات كبيره، يعني لما نيجي نتكلم على كل واحد فيهم، نيجي مثلا نتكلم على كابتن احمد حسن حميد لعيب العالم طبعا النجم الكبير، مثل منتخب مصر لسنين طويله لحد ما بقى عميد لاعبي العالم من حيث المشاركه في المنتخبات الوطنيه. الراجل عارف يعني ايه قيمه فنانه منتخب مصر وترفع علم مصر. ده خد تجارب سواء تدريبيه او اداريه. كابتن سيف زاهر النهارده راجل 20 سنه عمل عام، 12 سنه داخل مجلس اداره نادي الصيد، 8 سنين داخل اتحاد الكوره، فغير ان هو نجم اعلامي هو خبره اداريه كبيرة، هو النهاردة الرئيس التنفيذي للنادي زد. الحقيقة انت بتتشرف ان انت تكون مزام للناس دي. لما اجي اتكلم عن كابتن حازم امام النهاردة، النائب حازم امام، هو النهاردة كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك، رمز لرموز الكورة في مصر. خبرات ادارية، عضو مجلس ادارة في نادي الزمالك، عضو مجلس ادارة في اتحاد الكورة، كان عضو اللجنة الاولمبية المصرية، وحاليا نائب وعضو لجنة الشباب والرياضة داخل مجلس الادارة. احنا عندنا كابتن محمد زيدان تجربه احترافيه طويله عريضه ناجحه بكل المقاييس، لعب في اعلى المستويات والتوب ليفل. كابتن احمد حسام ميمو كذلك العالم، راجل عنده تجربه كبيره وتجربه فنيه وتجربه اداريه، مشوار يمكن السوشيال ميديا لو كان موجود بالقوه اللي كان موجود كان لعبه في حته ثانيه. صح. وكان احمد حسام ميمو بقى في حته ثانيه، يعني راجل لعب في التوب ليفل بجد. صح. في سن وفي وقت 16 17. صح. عندنا كابتن عماد متعب رمز من رموز النادي الاهلي ومنتخب مصر، بطولات وجيل ذهبي للنادي الاهلي ومنتخب مصر. صح. وفي كتير بقى، يعني عندنا وكابتن محمد فضل ودكتور احمد عبد الله، يعني احنا الحقيقه مجموعه كبيره الواحد بيتشرف ان هو بيزاملهم. وعندكم حسن اختيار. حلم واحد. حلم واحد، والحلم ده كلنا جرينا عليه ومصدقينه، وكل واحد فعلا عاوز مصلحه البلد وعاوزين نطبق فكرنا. هو ده الحقيقه الحاجه اللي بتفرح، يعني ان الناس دي كلها تكون مجتمعه على حلم، عاوزه تعمل حاجه لبلدها، عاوزه تعمل نموذج اوروبي يعني مصري بمواصفات اوروبيه، وده الجديد. ويا رب ان شاء الله نكون ده اضافه للرياضه المصريه، نكون عنصر يعني من عناصر الاضافه. وانا على الوجه الشخصي يعني بتشرف ان انا بزملهم. طيب لو خدنا ده مدخل وقلنا 7 سنين انجازات في مجال الرياضه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا هنا في تحيا مصر، كيف نستطيع ان نستفيد من مثل هؤلاء النجوم؟ وكيف ترى انت النهارده كراجل برلماني وفي نفس الوقت ممثل للشعب، دائرة متنامية الأطراف كبيرة جدا جدا جدا، ماذا تحقق على الأرض؟ الملعب الخماسي اللي بيدور عليه الرجل الفقير والرجل الغلبان،
والملعب الكبير اللي بيلم شبابنا ويحميهم من المخدرات، ومركز الشباب اللي من المفترض يبقى حماية من الإرهاب، النادي اللي من المفترض يمثل عصب المكان ويبقى بين أركانه وجدرانه المواهب اللي بنحلم إنها تكون محمد صلاح الجديد. شايف ده ازاي خلال 7 سنين؟ لان احنا اتنقلنا نقلة، احنا في 2010 وصلنا الى اعلى رقم ماركتينج في مجال الرياضة والتسويق وكرة القدم بصفة خاصة مع المرحوم الكابتن سمير زاهر. تراجعنا الى ادنى معدلاتنا عبر التاريخ في الفترة من 2011 وحتى 2014، عدنا تاني خلال ال7 سنوات. والنهاردة بنتكلم على دوري المليار وعلى مواهب بنحلم بيها قوية، زي مشروع الرئيس اللي هو الخاص بالألف موهبة، زي الألف محترف، الأندية شايف ده كله ازاي؟ خلينا نقول زي ما حضرتك قلت، احنا النهاردة في 7 سنين فترة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا في مصر الجديدة، مصر الحديثة، في جمهورية جديدة بجد، بإنجازات غير مسبوقة ما تتعملش في 70-80 سنة. صح. ويمكن أنا دايما بقول إن سيادة الرئيس يعني هو هبة كده من الله لمصر وشعبها بجد، لأن هو كفاية إن هو أنقذنا من ظلام جماعة إرهابية وخناقة إرهابية قبل ما نخش بقى على تطوير الشباب والرياضة. صح. إحنا كنا في حتة صعبة دايما بنقعد نفكر نفسنا بيها وتقارنها عشان تقدر تشوف أنت وصلت لإيه النهاردة. الحقيقه ان الشباب، احنا في مصر دوله شابه، احنا 60% من تعدادنا شباب. سياده الرئيس كان اول واحد فكر في ده وشاف وتوجه اليه وادركه واشتغل عليه. فلما نيجي نقول النهارده لو احنا هنيجي نتكلم في المطلق عن الشباب، ان اول حاجه اتعملت كانت من وجهه نظر الرئيس بص لها هي التمكين السياسي. فدخل الشباب بقت موجوده النهارده في مناصب قياديه. رجع ده امتى او حصل امتى؟ في 2015 لما ابتدى ان يبقى في قرار في مجلس الوزراء بوجود الشباب في السلطه التنفيذيه، سواء معاونين للوزراء او مساعدين ليها والمحافظين. دخلنا بعد كده بقى في حركه المحافظين اللي لحد ما وصلنا لبقى في 25 شاب في اخر حركه محافظين. يعني ابتدينا بمساعدين الوزراء في 2015 لحد اخر حركه محافظين 25 كادر شبابي، 2 محافظين، 23. أنا سعيد إن أنا بفتح معاك الملف ده لأني أرى فيه قصور إعلامي كبير، لدرجة إن إحنا اختصرنا الدنيا كلها في عاصمة إدارية وشبكة طرق وأنفاق وكباري. فأنا بشكرك إنك أنت يعني عندك هذه الإحصائية والأرقام خير دليل. بالظبط. يعني من الواجب بقى خلاص ان انت النهارده والشغل داخل المجلس، فانت لما تيجي تتكلم في موضوع بتحب تذاكره وتعرف تطلع بيه بشكل عامل ازاي. فلو جينا بقول حاجه، من اول معاونين الوزراء لحد المساعدين من 2015 لحد ما وصلنا في 2019 في حركه المحافظين ل2 محافظين شباب و23 نائب محافظ. دي نسبه عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. لو جينا نتكلم في نفس حركه المحافظين دي فوق ال30% للمرأة. فشباب ومرأة 30% من حركة المحافظين في 2019، فده في حد ذاته إنجاز وتمكين واضح. جات الخطوة اللي بعديه من بعد مساعدين الوزراء ومعاملين المجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم، جه النهاردة تجربة زي الانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتمكين الشباب فيها بنسبة كبيرة. النهاردة ده اللي كنت بقوله لحضرتك، إن سيادة الرئيس النهاردة لما جيت يعني دخلنا في التمكين ده كان مثلا زي تجربة تنسيق شباب الأحزاب، تجربة شابة لتنسيق شباب الأحزاب، شباب من جميع الأحزاب بيمثلوا آراء مختلفة بيعبروا عن الشباب وعن آرائهم. الحقيقة أنا بتشرف إن أنا زميلتهم في مجلس الشيوخ وموجودين في مجلس النواب بيقدموا نموذج، وبيقدموا نموذج ناجح للشباب في الحياة السياسية. فدي كلها حاجات صحت الشباب وصحت يعني وعينا وخلت ان في امل النهارده ان انت تقدر ان انت تشارك في بناء بلدك، سواء بقى سلطه تنفيذيه او سلطه تشريعيه. لما نيجي النهارده بنتكلم ايه الاليات اللي الرئيس اشتغل عليها، كان اول حاجه البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب. سياده الرئيس ابتداه في سبتمبر 2015 عمل تم البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده واشتغلت عليه
كل القواعد المجتمع واشتغلت عليه واشتغلت بشكل كبير في تخطيط علمي وينموا من قدراتهم، وده كان اول اليه لتمكين الشباب. هنيجي نتكلم بعد كده النهارده كان عندنا المؤتمرات الشباب اللي اتكلم عليها بعد كده العالم كله والامم المتحده اشادت بيها وعملت جسر الثقل مفقود وبقى في نهج ليها. صح، ده النهارده كانت قصه واعتقد ان في امل انها تعود السنه دي. هو كان اول مؤتمر اتعمل كان في شرم الشيخ 2016. ما انا فاهم السيد الرئيس كان دعا ليه، كان في 3000 شاب من مختلف بقى محافظات الجمهوريه، فده كان اول حاجه. وتكررت بقى هذه النسخه بعد كده واتعمل منها كذا نسخه لغايه ما وصلنا لشباب العالم لحد منتدى شباب العالم اللي بعد كده الامم المتحده نفسها قالت ان ده نهج لازم تمشي عليه كل دول العالم. فلما حد تيجي تشوف كده كل خطوه في تمكين الشباب ووجودهم والاحساس ليهم وتنميه مهاراتهم من القياده السياسيه ان هم انتوا القاطره اللي هتبقى بتشد البلد دي لقدام، انتوا اللي هتبنوا مصر لبكره. فالحقيقه توجه محمود جدا وعريض ولازم كلنا نبقى شايفينه لان نتائجه موجوده على الارض. بس في قصور اعلامي في المربع ده كبيره يا استاذ احمد على فكره. يعني احنا المؤتمرات دي اتعملت زي ما بقول حاجه اتعمل اكتر من 7 مؤتمرات دوريه. صح، من شرم الشيخ لاسوان لاسماعيليه لاسكندريه للقاهره جامعه القاهره اسوان العاصمه الاداريه كان اخر واحد في يوليو 2019 ده كان المؤتمر الوطني السابع للشباب. فالحقيقه وكان في 1500 مدى شاب وشاب، فده حاجات عملت حراك ما كناش شايفينه ولا عشناه قبل كده الحقيقه يعني. فده لازم دي من انجازات واضحه وهتفرز عندنا وفرزت فعلا قيادات شابه. شفتهم بنفسك الكوادر دي؟ بتشرف ان انا مزاملهم الحقيقه. يعني دي شهاده مهمه خلي بالك. طبعا لا وعندهم فكر وشغالين واللي طلعوا واتعلموا ودخلوا في المؤتمرات اللي كانت معموله او دخلوا ورش او دخلوا كورسات الحقيقه طالعين بشكل هايل. وبعدين برضو ما وقفناش عند كده، دخلنا بقى في منتديات الشباب الافريقي. احنا برضو ما بنتكلمش في الحاجات دي كتير. دخلنا جوه افريقيا والشباب الافريقي اتعمل منتدى كان هايل، وبعدين دخلنا في الشباب العربي الافريقي اتعمل في اسوان مارس 2019. يعني الحقيقه ان انت كمان بتدمج شبابك لان انت دوله شاب. احنا في دول اوروبيه النهارده ما عندهمش شباب. النهارده في دول بتفتح الباب للهجره غير الشرعيه عشان ما عندهمش شباب. مصر النهارده 60% من تعدادها شباب. ثروه قوميه يعني الحقيقه. فالنهارده الانجازات اللي حصلت ان انت تقدر تمكن شبابك المصري الاول وتعمل منهم كوادر هايله وبعد كده تبتدي تدمجهم مع الشباب الافريقي ومع الشباب العربي ومع شباب العالم، فدي استراتيجيه الحقيقه وانجاز تاريخي احنا يمكن مش واخدين بالنا منه قوي بصراحه. انا بتفق معك، يمكن في هذا المربع انا اتكلمت كتير ويمكن هجمنا البعض وقال لك مش عارف ايه، قلت اهلا وسهلا بان انا اطبل لبلدي ما دام انا شايف هذا الرقي وهذا التطور. لان شفنا ناس، انا قابلت ناس على المستوى الشخصي قال لي انا ما كنتك مصدق وكنت افكرها للمحسوبيات والوساطه، انا قدمت عادي خالص. لا ناس كتيره جدا ومنهم اصدقاء ليا نواب محافظين دلوقتي. يعني نواب محافظين بالظبط. بس احنا عندنا نقد الذات وناقمين شويه يعني وبنتاثر دايما بالراي المعاكس. اعتقد ان وعي الناس بقى كبير وبقت عارفه كويس مين اللي عاوز مصلحه البلد. دي انا بتفق معاك. لا هو وعي الناس رهن عليه الريس بالفعل. يعني انا ليا 4-5 ايام السواق بتاعي تعبان فباخد اوبر اغلب الاوقات، بتعمد كل اللي من حظي يعني الحمد لله كل اللي بركب معهم بيعرفوني فبساله. والله اخر واحد قال لي انا عندي 3 في الجامعه ظهري اتحنى من الشغل من عشان خاطرهم، بس كم السعاده اللي انا حاسه وانا ماشي. قال لي يا استاذ انا سواق تاكس وجبت العربيه دي دخلتها اوبر، انا 40 سنه وبتوه دلوقتي في روكسي وفي مدينه نصر وما مصدقش ان انا في القاهره. فان شبكه بالظبط. الله ينور عليك. النهارده حاجه بتوصل من اي حته لمصر للناحيه الثانيه بشبكه عملاقه، وده اللي هيخلي اساسيه وبنيه تحتيه.
حطيتك في مصاف دول كبير. وده اللي نيجي نتكلم عن الرياضه بالظبط، لسه هاجي لك، لانه ده مهم جدا طبعا. احنا شايفين بلاد دلوقتي بتنظم كاس العالم، من الشروط انك تعيد بناء شبكتين، الصرف الصحي والطرق. طبعا لا احنا عندنا في فايل بصراحه لما نتكلم في الرياضه، بس انا حبيت ان انا لا الشباب انا لان قبل ما نوصل للرياضه هو الشباب ال 60%، وده الحقيقه بتفق معاك من سيادة الرئيس ومن الدولة بكل مؤسساتها.